بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كمل النهاردة إن شاء الله كورس ماس 1 في الجبر، ونكمل موضوع الماتريكس. زي ما قلنا في نهاية الفيديو اللي فات إن احنا هنبدأ الفيديو الجديد إن شاء الله بإننا ناخد مثال على الرو أوبريشن أو الجو جوردن، لأنها طريقة جديدة لحل المصفوفات ولإيجاد معكوس المصفوفة 3 في 3. اتفقنا مثلا إن هو لو مديني مصفوفة بالشكل ده، مصفوفة 3 في 3، وعايز أجيب الإنفرس بتاعها. قلنا إن احنا بنعمل بوكس كبير بنقسمه حتتين، النص الأولاني بتاعه بكتب فيه المصفوفة العادية اللي هو مديها لي، والنص التاني بكتب فيه مصفوفة الوحدة. طب هدفي ايه من العمليات اللي انا هعملها على الصندوق دوت؟ ان انا احول المصفوفة دي للمصفوفة دي، يعني الشكل اللي هو هنا دوت لا انا اشوفه هنا، فلما اشوفه هنا تلقائيا هلاقي المصفوفة اللي هنا بقت هي مصفوفة المعكوس بتاع المصفوفة اللي هو من داخل. طب ده نعمله ازاي؟ احنا مثلا هنا لو ركزنا ده انا عايز 1 0 0 عشان يبقى شبه ده. طب لو ركزنا هنلاقي ان هنا الصفر وهنا الواحد. طب انا مش ممكن ابدل بين الصفين دول؟ بس نخلي بالنا ان انا لما ابدل بين الصفين دول انا هبدل الصف ده كله بالصف ده كله، لاني حاليا بعد ما ضفت عليها مصفوفة الوحدة بقيت بتعامل ان ده كله مصفوفة واحدة. فطالما هبدل صفين يبقى هبدل الصف ده كله مكان الصف ده كله. طيب حلو، بعد ما بدلنا الصفين بالشكل ده انا هنا بقى عندي 1 وهنا بقى عندي 0، عايز برضو هنا يبقى عندي 0. طب لو ركزنا كده، هو انا مش ممكن اجمع الصف الاولاني على الصف التالت؟ احنا اتفقنا ان انا ممكن اجمع صف على صف او اضرب صف في حاجة واجمعه على صف واحط الناتج في اي واحد من الصفين. يعني ممكن الار واحد ده اللي هو الصف الاولاني اجمعه على الار تلاتة واحط الناتج في ار تلاتة. طب تعالوا كده نجمعه، 1 ناقص 1 0 0 و1 1، سالب 2 زائد 4 2، 0 و0 0 1 و0 1 0 و1 1. يعني انا كده وصلت لايه؟ وصلت اللي انا خليت الصف التالت دوت هو كمان اصفار، فانا كده حققت اول عمود في مصفوفه الوحده ان 1 0 0. طب نشوف العمود التاني، انا عندي المفروض يبقى 0 1 0، يعني المشكله عندي في ده. طب هو انا مش ممكن اضرب الصف التاني ده في سالب واجمعه على الصف التالت؟ طب لو ضربت الصف التاني ده في سالب وجمعته على الصف التالت، 0 هيفضل 0، 1 لما يتضرب في سالب ويتجمع على ده هيديني كام؟ 0. لما 1 يتضرب في سالب ويتجمع على الاتنين هيديني 1، 1 في سالب زائد 0 سالب 1، 0 في سالب هيفضل زي ما هي، يبقى الواحد يفضل زي ما هو، وهنا نفس الكلام الواحد هيفضل زي ما هو. يبقى انا كده نجحت اللي انا اخلي العمود التاني دوت برضه شبه مصفوفة الوحدة 0 و1 و0. باقي لي بقى العمود التالت واللي هو المفروض يبقى 0 و0 و1، يعني انا هنا عندي كام مشكلة؟ مشكلتين. طيب هو انا السالب اتنين دي انا عايزها تبقى 0، طب هو انا مش ممكن اضرب الصف التالت دوت في 2 واجمعه على الاولاني؟ لان 2 في 1 ب2 ناقص 2 هيبقى بكام؟ ب0. لما نعمل الكلام ده هيطلع لي ان اللي فوق ده بقى 1 0 0 سالب 2 3 2، لان هضرب الصف ده كله في سالب 2 او في 2 واجمعه على الصف الاولاني. طيب بعد كده لسه عندي المشكله دي، اعمل لها ايه؟ هضرب الصف التالت دوت في سالب 1 واجمعه على الصف ده، عشان السالب 1 زائد 1 بكام؟ ب0. هطلع لي في النهايه المصفوفه بالشكل ده، بقى هنا عندي مصفوفه الوحده، فبقى طبيعي وتلقائيا عندي دوت ايه؟ الانفرس بتاع المصفوفه اللي هو مديها. في ناس بتخاف تقول لك طب ما انا ممكن لما اضرب هنا في رقم واجمعه على اللي فوق او على اللي قبله حاجه تتغير من اللي انا مظبطها، يعني ممكن الصفر ده يتغير ما يبقاش صفر. لا، طالما انت ماشي خطوه خطوه نجحت ان انت تخلي العمود ده الاول شبه مصفوفه الوحده والعمود ده شبه مصفوفه الوحده، بعد كده اي خطوه بعد كده هتلاقيها ماشيه معاك وبتساعدك ان المصفوفه في النهايه تبقى شكلها شبه مصفوفه الوحده، لان انت ماشي خطوات بالتدريج. تاني حاجه، اللي انت معظم الضربه الارقام اللي بتضربها فيها بيبقى اصفار، فالاصفار عمرها ما هتغير حاجه، فانت امشي عمود عمود زي ما قلنا وبدل الصفوف لو عندك حاجه زي اللي فوق دي اللي هو عندك الصفر فوق والواحد تحت والمفروض يبقى عكس، وباذن الله هتوصل في النهايه ان بسهوله هتلاقي دي بقت شبه مصفوفه الوحده، فيبقى عندك معكوس المصفوفه دي. ندخل بقى على موضوع جديد وهو موضوع السيستم. يعني ايه سيستم في البدايه؟ السيستم دوت مجموعه من المعادلات مكتوبه بالشكل دوت، انا عايز احلها بطريقه المصفوفات. طب هحلها بطريقه المصفوفات ازاي؟ عن طريق اللي انا بكون مصفوفه اسمها مصفوفه المعاملات، ومصفوفه تانية اسمها مصفوفه المجاهيل، ومصفوفه ثالثه اسمها مصفوفه الحدود المطلقه. طب ايه الثلاث مصفوفات دول؟ الثلاث مصفوفات دول هما اللي بيخلوني احل المعادله في طريقه جو الجوردن او الاليمينيشن اللي هنشوفها دلوقتي. طيب انا او هو بيديني 3 معادلات بالشكل ده، انا ازاي بقى اكون ال3 مصفوفات؟ اولا انت اول مصفوفه اسمها مصفوفه المعاملات. يعني ايه المعاملات؟ يعني بشوف الارقام اللي جنب الرموز واكتبها في الصفوف دي. يعني مثلا اكس 1 هنا جنبه كام؟ 1، فكتبته هنا. الاكس 2 جنبه سالب 1، كتبته هنا. الاكس 3 جنبه 1، كتبته هنا. طب دوت مش حد مطلق اللي هو ناتج، بكتبه في ايه؟ في مصفوفه الحدود المطلقه.
طيب الصف التاني هنا برضو مش جنبه واحد وهنا جنبه واحد وهنا جنبه سالب أربعة ومسافة الحدود ده المطلق كام؟ 5. طب تالت صف هنا سالب واحد وهنا واحد وهنا كام؟ 4. والحد المطلق كام؟ 2. يبقى كل اللي أنا بعمله اللي أنا كل معادلة من دي باخد لها صف وبكتب المعاملات بتاعها بس. طيب نظام المعادلات أو نظام السيستم بيعتمد إن أنا عندي معادلة اسمها قصدي رمز اسمه إيه اللي هي مصفوفة المعاملات، في مصفوفة تانية اسمها إكس اللي هي مصفوفة المجاهيل، هيديني في النهاية مصفوفة إيه؟ الحد المطلق اللي هو بي. فأنا دلوقتي المطلوب اللي عندي اللي أنا أجيب قيمة إكس واحد وإكس اتنين وإكس تلاتة اللي هي مصفوفة إيه؟ المجاهيل. بعملها إزاي؟ بعمل صندوق زي اللي كنا بنعمله في الرو اوبريشن من شويه، بس الصندوق ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مصفوفه المعاملات ومصفوفه الحدود المطلقه. بنقل مصفوفه المعاملات في النص الاولاني ومصفوفه الحدود المطلقه في النص الثاني، وده بيبقى اسمها اوجمنتد ماتريكس. المصفوفه دي اسمها اوجمنتد ماتريكس. طب بحلها ازاي؟ بحلها بطريقه اسمها جو الجوردن اليمينيشن. يعني ايه جو الجوردن اليمينيشن؟ يعني انا بقعد العب في المصفوفه واضرب واجمع واطرح وبدل صفوف لغايه ما اخلي المصفوفه ديت مصفوفة الوحدة، فهلاقي ان طبيعي هنا بقى عندي قيمة اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة. يبقى تاني انا كل اللي بعمله اللي انا بخلي المصفوفة دي مصفوفة الوحدة، فطبيعي بيبقى عندي هنا اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة، وهنا بيبقى دي طريقة جاو جوردن اليمينيشن. تعال ناخد مثال على الكلام ده. دلوقتي هو بيقول لي لو عندي اكس واحد زائد اتنين اكس اتنين ناقص اتنين اكس تلاتة بيساوي سالب اربعة، واتنين اكس واحد زائد خمسة اكس اتنين ناقص اكس تلاتة بيساوي سبعة، واربعة اكس واحد زائد خمسة اكس اتنين ناقص تلاتة اكس تلاتة بيساوي سالب 5. بيقول لك انا عايزك تطلع لي قيمه اكس 1 واكس 2 واكس 3 بس طريق جو جوردن اليمينيشن. واتفقنا ان الطريقه دي بعمل صندوق كبير بكتب هنا معاملات المعادلات وهنا بكتب الحدود المطلقه. طيب انا هنا اول صف عندي 1 2 سالب 2، يبقى 1 2 سالب 2. تاني صف 2 5 سالب 1، 2 5 سالب 1. تالت صف 4 5 سالب 3، 4 5 سالب 3. طب مصفوفه الحدود المطلقه هيبقى سالب 4 7 سالب 5 اللي هي النواتج دي. ونبدأ بقى، اتفقنا ان احنا هدفنا ان احنا نحول المصفوفة دي لمصفوفة ايه؟ مصفوفة الوحدة، عشان الاقي تلقائي التلات ارقام دول تحولوا لاكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة اللي هو القيم بتاعها. طيب انا دوت عايزه يبقى صفر وده يبقى عايزه يبقى صفر، لان اول عمود في مصفوفة الوحدة هو عبارة عن واحد صفر صفر. طب هو انا مش لو ضربت الصف الاولاني في سالب اتنين وجمعته على الصف التاني هتبقى ديت صفر؟ طيب يبقى سالب اتنين سالب واحد في اتنين واحد في سالب اتنين بسالب اتنين زائد اتنين صفر، اتنين في سالب اتنين زائد خمسة هيديني واحد، سالب اتنين في سالب اتنين زائد ناقص واحد هيديني تلاتة، سالب اربعة في سالب اتنين زائد سبعة هيديني كام؟ 15. اللي احنا اتفقنا في موضوع الضرب ده انا ممكن اضرب ده في رقم واجمعه على ده واحط النواتج هنا، ممكن احطها هنا او هنا، لكن هل انا عايز ده يتغير؟ لا، انا عايز ده يفضل زي ما هو واحد، لكن عايز ده يتغير يبقى احط النواتج ايه؟ هنا. طيب انا دوت خليته صفر، طب ده دوت برضه انا عايزه يبقى صفر بنفس الطريقة، هضرب الصف الاولاني في سالب اربعة ونجمعه الصف التاني. سالب واحد واحد في سالب أربعة بسالب أربعة زائد أربعة بصفر، اتنين في سالب أربعة بسالب تمانية زائد خمسة بسالب تلاتة، سالب اتنين في سالب أربعة بتمانية ناقص تلاتة بخمسة، وسالب أربعة في سالب أربعة بستاشر ناقص خمسة هيبقى كام؟ 11. يبقى أنا كده نجحت اللي أنا أخلي أول عمود عندي شبه مصفوفة الواحد. نيجي لتاني عمود، انا المفروض على تاني عمود في مصفوفة الوحدة بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن صفر واحد صفر، يعني ده تمام بس عايز اخلي ده صفر وهخلي ده صفر. دايما العمود او الصف التمام اللي انت مش، يعني انا قلت ان ده تمام يبقى انا مش هغيره، مش هحط نواتج هنا، يبقى هحط نواتج فوق يا هحط نواتج تحت. طيب انا عايز ده يبقى صفر، مش انا ممكن اضرب الصف ده في سالب اتنين واجمعه على ده؟ عشان سالب اتنين في واحد بسالب اتنين زائد اتنين بصفر، يبقى نضرب الصف ده كله في سالب اتنين ونجمعه على الصف ده ونحط النواتج فين؟ في الصف الاولاني، هيطلع لي بالشكل ده. يبقى انا كده خليت الصف الاولاني بكام؟ بصفر. طب تعالى للصف التالي، هو انا برضو مش عايز ده يبقى صفر؟ طب ما انا ممكن اضرب ده برضو في 3 واجمعه على ده، لان انا عايز اصفر ده، فبشوف الواحد ده اضربه في كام عشان لما اجمعه على ده يديني صفر في 3، يبقى 1 في 3 3 ناقص 3 بصفر، وهنا 3 في 3 ب 9 زائد 5 14، هنا 15 في 4 15 في 3 ب 45 زائد 11 ب 56. يبقى انا كده نجحت اللي انا اخلي العمود الاولاني والعمود الثاني شبه مصفوفة الوحدة. باقي لي مين؟ العمود الثالث. طب العمود الثالث ده المفروض يبقى صفر صفر واحد، طب ما تيجي نقسم الصف ده كله على 14. طب لما نقسم على 14 هيبقى لي بالشكل ده. طيب انا هنا خليته واحد بس، هل التلاتة والسالب تمانية بقوا صفار؟ لا، يبقى لازم اضرب الصف الثالث في سالب تلاتة واجمعه على ده مرة، ومرة اضربه في تمانية واجمعه على ده. طب تعالى نضرب الاول ده في سالب تلاتة ونجمعه على ده، دي اصفار يعني دول هيفضلوا زي ما هو. طب واحد في سالب تلاتة بسالب تلاتة زائد تلاتة صفر،
طب 4 في سالب 3 في سالب 12 زائد 15 ب 3، يبقى انا كده خليت الثلاثة ديت كام؟ صفر. طيب حلو، انا باقي لي مين؟ باقي لي الصف الاولاني ديت اخليها صفر. طب ما نضرب ده في 8 ونجمعه على الكلام ده، لما نضرب ده في 8 ونجمعه على سالب 8 هيديني صفر، ولما نضرب ده في 8 ونجمعه على سالب 34 هيديني سالب 2. مش انا كده نجحت ان انا اخلي المصفوفه دي هي مصفوفه الوحده؟ يبقى انا طبيعي ده عندي اكس 1 وده اكس 2 وده اكس 3، يعني سالب 2 ديت بقت اكس 1 و3 بقت اكس 2 و4 بقت كام؟ اكس 3. حتى انا اكتب له في الجمع، يبقى اذا اكس 1 بسالب 2، اكس 2 ب3، واكس 3 بكام؟ ب4. طيب هناخد ملحوظه صغيره، الموضوع ده اصلا شبه الموضوع اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، ازاي نجيب الانفرس، بس المره دي انا مش هيبقى عندي مصفوفه اللي هي مصفوفه الاي ومصفوفه واحده، لا انا عندي مصفوفه اسمها مصفوفه المعاملات، بحط جنبها مصفوفه الحدود المطلقه، وبحاول احول مصفوفه المعاملات ديت لمصفوفه الوحده عشان مصفوفه الحدود المطلقه تحول لمصفوفه ايه؟ النواتج اللي انا عايزها. طب افرض واحنا شغالين مع بعض واحنا بنعمل موضوع الرو اوبريشن او الجاوس جوردن اليمينيشن، لقينا صف بالشكل ده صفر وصفر وصفر ومكتوب جنبه ايه؟ رقم. طب لو هو صفر وصفر وصفر ومكتوب جنبه رقم، ده معناه ايه؟ ده معناه ان المسألة ملهاش حل. طب ليه المسألة ملهاش حل؟ احنا اتفقنا دلوقتي اللي انا بنقل ايه؟ بنقل المعاملات. طب عشان بنقل المعاملات، يعني ايه بنقل المعاملات؟ يعني الصفر ده مكان معامل اكس 1، والصفر ده معامل اكس 2، والصفر ده معامل اكس 3، والرقم اللي هنا هو الحد المطلق، يعني المفروض ده يديني معادله. طب هل في معادله صفر زائد صفر زائد صفر بيساوي 8 مثلا؟ معادله مستحيل. فيبقى هنا عندي ايه؟ نو سوليوشن. يبقى لازم على الاقل هنا، يعني بشكل بسيط تاني، انا هنا عندي الواحد دوت المفروض معامل اكس 1، فانا كده فهمت ان اكس 1 بكام؟ بسالب 2، والواحد ده معامل اكس 2 ففهمت ان الاكس 2 ب 3، والواحد ده معامل اكس 3 ففهمت ان الاكس 3 ب 4. لكن هنا ولا عندي معامل لده ولا معامل لده ولا معامل لده، والتلاتة يعني صفر زائد صفر زائد صفر بيساوي رقم. طب ده اصلا غير مفهومه رياضيا، يبقى الكلام ده توقف حل وتقول له ايه؟ نو سوليوشن، انا ما عنديش حل اصلا للمصفوفه دي. مثلا ناخد مثال، لو عندي اكس زائد واي زائد زد بيساوي 1، وواي زائد زد بيساوي 2، و2 اكس زائد 5 واي زائد 5 زد بصفر. تعالوا نعمل مصفوفه المعاملات، هنا واحد 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 وجنبه واحات الحدود المطلقه، هنا صفر لان هنا مفيش اكس، واحد واحد وجنبه 2، طب هنا 2 و5 و5 وجنبه ايه؟ صفر. تعالى نعمل في دي، نحاول ان احنا نخليها مصفوفه الواحد. طيب تعالى نضرب ده في سالب 2 ونجمعه على ده عشان نخلي دي صفر، ضربنا ده في سالب 2 وجمعناه على ده طلع لي بالشكل ده. كده احنا ماشيين لحد دلوقتي كويس. طب المصفوفة دي اللي هي المعمود التاني، مش انا المفروض اخلي ده يفضل واحد وده يبقى صفر وده يبقى صفر عشان يبقى صفر واحد صفر؟ يعني هضرب ده في سالب واحد واجمعه على ده، واضرب ده في سالب تلاتة واجمعه على ده، لان انا عايز دي تبقى صفر ودي تبقى صفر، فايه اللي يطير الواحد؟ السالب واحد، واللي يطير التلاتة؟ سالب تلاتة. فمرة هضرب الصف التاني في سالب واحد واجمعه الاولاني، ومرة هضرب الصف التاني في سالب تلاتة واجمعه الصف الكام؟ التالت. لما نعمل الكلام ده هنلاقي المصفوفة ظهرت لي بالشكل ده، صفر 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 سالب 8. تعالوا نعملها مع بعض. احنا قلنا اول مره هنضربه في سالب واحد ونجمعه على ده، احنا سالب واحد في واحد بسالب واحد زائد واحد بكام؟ بصفر. سالب واحد في واحد بسالب واحد زائد واحد بصفر. سالب واحد في اتنين بسالب اتنين زائد واحد بسالب واحد. كده احنا تمام. تعالى بقى نشوف لما نضربه في سالب 3 ونجمعه على ده، صفر هيفضل صفر زي صفر زي ما هو. طب واحد في سالب 3 بسالب 3 زائد 3 صفر، واحد في سالب 3 بسالب 3 زائد 3 صفر، ودي اصلا صفر. واحد في سالب 3 قصدي سالب 2 في سالب، احنا قلنا ايه؟ قلنا هنضرب دوت في سالب 3 ونجمعه لده، سالب 3 في 2 سالب 6، سالب 2 سالب 8. ظهر لي ان صفر زائد صفر زائد صفر بسالب 8. طب ما ده معناه ايه؟ معناه ان صفر زائد اكس 1 زائد صفر اكس 2 زائد صفر اكس 3 بسالب 8، دي معادله مش مفهومه، معنى كده ان المساله دي عندي نو سوليوشن. طب ليه؟ لان انا اصلا دايما عندي عدد المعادلات لازم يكون قد عدد المجاهيل. طب انا خليت ايه؟ انا خليت المعادله ديت مش موجود اصلا، كده بقى لي معادلتين. طب معادلتين في 3 مجاهيل ما اعرفش احلهم، يبقى انا هنا عندي الناتج نو سوليوشن. ده كان موضوع السيستم باختصار، في شبه كبير من موضوع الرو اوبريشن والجاوس جوردن اللي احنا خدناه قبل كده. باذن الله هنشوف لو في امثله عليها افكار تانية قبل ما نخش في بقيه الموضوع، باذن الله هنقولها في بدايه الفيديو اللي جاي. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله.